او مثلا اكمل، او حسب نوعيه السؤال اللي هيجي لنا. فبس في الغالب الانواع دي الاربعه، اربع انواع الصخور المعتمده على التركيب المعدني بينهم صفات اعرف اقارن بينهم، يعني حاجات مثلا نسبه السيليكا في كل نوع، التركيب الكيميائي والمعدني في كل نوع وهكذا. فنبدا معاكم بالصخور الناريه الحمضيه. الصخره اللي احنا شايفينها قدامكم دي هي صخره الجرانيت. صخرة الجرانيت هي صخرة نارية حمضية. بيقول لنا أول حاجة الصخور النارية الحمضية هي صخور تحتوي على نسبة من السيليكا أكتر من 66%. يبقى ده أول وجه مقارنة معانا، نسبة السيليكا الموجودة في الصخور الحمضية أكتر من 66%، وبتتكون من ده التركيب الكيميائي والمعدني بتاعها، بتتكون من الفلزبار البوتاسي والصودي والمايكا والكوارتز بنسبة 25%، والأنفيبول عشان كده لونها وردي فاتح، يبقى اللون بتاعها وردي فاتح. يبقى كده عندنا ثلاث حاجات أساسية: نسبة السيليكا أكتر من 66%، تركيبها الكيميائي والمعدني بيكون فلزبار بوتاسي وصودي، ومايكا وكوارتز بنسبة 25%، وأنفيبول اللون بتاعها لونها وردي فاتح. رابع برضو حاجة معانا تدخل في المقارنة، درجة الحرارة اللي بتتبلور عندها هذه الصخور، يعني تتكون، يعني تبدأ تاخد المعادن، هتبدأ تتجمع معايا وتديني شكل الصخر. في درجة حرارة بيقول لنا إنها بتكون منخفضة أقل من 800 درجة مئوية، يبقى درجة التبلور بتاعت الصخور النارية الحمضية أقل من 800 درجة مئوية. ومن الأمثلة بتاعتها الجرانيت ذو النسيج الخشن، فطالما نسيج خشن يبقى هو جوفي، صخر جوفي. نسيج خشن يبقى صخر جوفي، والنسيج الناعم أو الحبيبات الدقيقة ده بيكون صخر سطحي. يبقى أشهرها الجرانيت، والجرانيت ده بيقول لنا إن هو شائع الاستعمال في عمليات البناء لجماله الطبيعي خاصة بعد تلميعه. يبقى تاني عندنا نسبة السيليكا أكتر من 66%، تركيبه الكيميائي والمعدني زي ما احنا شايفين، اللون بتاعه وردي فاتح، بيتبلور في درجة حرارة أقل من 800 درجة، ومن أشهره الجرانيت ذو النسيج الخشن. برضه في نوع تاني اللي هو الصخر تاني من ضمن الصخور الحمضية المقررة عليكم، المايكروجرانيت. المايكروجرانيت ذو النسيج البورفيري، يبقى الجرانيت ذو النسيج الخشن والمايكروجرانيت ذو النسيج البورفيري، وهو صخر متداخل، صخر متداخل، لكن الجرانيت صخر جوفي. بعد كده بيقولنا ان التالت صخر معانا في الصخور الحمضية هو الرايولايت، وهو بركاني دقيق التبلور. الرايولايت وهو صخر بركاني دقيق التبلور، يعني تكون على السطح نتيجة تبريد الحمم البركانية اللي نتجت عننا، والنسيج بتاعه دقيق التبلور. عندنا طبعا الأوبسيديان اللي هو زجاجي النسيج، والبيومس اللي احنا شايفينه قدامكم دلوقتي ده الغني بالفقاعات الغازية ويتميز بوزن خفيف. هي صخرة البيومس دي لما بتشيلوها بتلاقوا وزنها خفيف، ممكن على حسب كمان حجمها، حتى لو الحجم عندنا كبير فهو بيكون وزن خفيف. يبقى تاني الصخور الحمضية، أخدنا أول حاجة الجرانيت والنسيج بتاعه خشن، وبعد كده خدنا المايكروجرانيت والنسيج بتاعه بورفيري، ورايولايت بركاني دقيق التبلور. الجرانيت زي ما قلت لكم جوفي، المايكروجرانيت متداخل لكن الرايولايت بركاني، وعندنا الاوبسيديان اللي هو زجاج النسيج، والبيومس اللي هو الغني بالفقاعات يعني النسيج بتاعه فقاعي. كده نكون خلصنا معاكم أول نوع من الصخور اعتمادا على التركيب الكيميائي والمعدني. هننتقل لتاني نوع معانا اللي هي الصخور النارية المتوسطة. لو تفتكروا قلت لكم الصخور النارية المتوسطة إن لما المادة المنصهرة بتبدأ تصعد إلى سطح الأرض فبيقابلها عوامل بتمنع صعودها إلى السطح، فبتكون قريبة من السطح لكن ما طلعتش على السطح الخارجي للأرض. بيقول لنا الصخور النارية المتوسطة هي صخور نارية متوسطة التركيب الكيميائي والمعدني، وبتحتوي على سيليكا بنسبة تتراوح من 55 ل 66%، بنسبة تتراوح من 55 ل 66%، ده نسبة السيليكا عشان لما أعمل مقارنة بينها وبين الحمضية وبين الأنواع الأخرى، يبقى نسبة السيليكا 55 ل 66%. التركيب الكيميائي والمعدني بتاعها فلزبار بلاجوكليزي، فلزبار بلاجوكليزي، وبتحتوي على البيروكسين والأمفيبول والمايكا والكوارتز.
يبقى تاني فيلسبار بلاجوكليزي وبيروكسين وأمفيبول ومايكروكوارتز، وبتحتوي كمان على نسبة من الفلسبار البوتاسي اللي احنا سميناه الأورسوكليز، الفلسبار البوتاسي اللي هو الأورسوكليز. درجة برضو التبلور بتاعتها بتكون في درجة حرارة متوسطة، بتكون في درجة حرارة متوسطة، لكن الحمضية قلنا إنها أقل من 800 درجة مئوية، وقلنا اللون بتاع الحامضية لونها فاتح أو وردي فاتح، لكن دي لونها متوسط بين الفاتح والغامق لأنها متوسطة، فهتلاقوها نسبة كل عنصر فيها متوسط أصلا بين الحامضي والقاعدي وهكذا. لونها متوسط بين الفاتح والغامق. ومن الأمثلة بتاعتها الدايورايت ذو النسيج الخشن، يعني الجوفي، الدايورايت يبقى ده جوفي، صخر جوفي موجود في باطن الأرض والنسيج بتاعه خشن، عشان كده حبيباته ما خدتش فرصتها الكافية في التبلور. والمايكرو دايورايت ذو النسيج البورفيري، المايكرو دايورايت ذو النسيج البورفيري، وبرده كمان المايكرو دايورايت ده صخر متداخل، صخر متداخل زي المايكرو جرانيت اللي احنا خدناه، بس المايكرو جرانيت ده حامضي لكن ده متوسط. وكمان بيقول لنا ان الصخر المقابل الجوفي بتاع الديرايت هو الانديزايت، الانديزايت ده تكون على سطح الارض فهو بركاني نسبة الى جبال الانديز، نسبة الى جبال الانديز. يبقى كده خلصنا معاكم الصخور الحامضية والصخور المتوسطة النارية. طبعا ثالث نوع معانا هي الصخور النارية القاعدية، صخور نارية قاعدية، ودي بعض الأشكال في الطبيعة للصخور دي. بيقول لنا إنها صخور فقيرة في السيليكا، وبتتراوح نسبة السيليكا من 45 لـ55%. لو تلاحظوا إحنا الحامضية بدأنا بأعلى نسبة في السيليكا، والمتوسطة بعد كده كانت من 55 لـ66، لكن دلوقتي قلت نسبة السيليكا معانا وبتتراوح من 45 لـ55%. درجة الحرارة اللي بتتبلور عندها الصخور ديت أو المعادن المكونة للصخور دي أكتر من 1100 درجة مئوية، تتبلور في درجة حرارة أكتر من 1100 درجة مئوية اللي هي في المراحل الأولى من التبلور. إحنا عندنا لو تفتكروا في سلسلة تفاعل بوين أخدنا إن المعادن بتتبلور من درجة حرارة 1200 حتى تصل إلى 750، ف 1200 هي المراحل الأولى في التبلور، لكن عند 750 و 800 وهكذا دي المراحل المتأخرة، فتتبلور في درجات حرارة مرتفعة أكتر من 1100 درجة مئوية، وبتكون غنية بالمعادن التي تحتوي على فيها حديد ومغنيسيوم وكالسيوم، واحنا عارفين ان المعادن دي لونها غامق اصلا، فعشان كده بتديني لون اسود غامق عكس الحامضية تماما. الحامضية كان لونها وردي فاتح، والمتوسطة كان لونها بين الفاتح والغامق، لكن الصخور النارية القاعدية نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والسيليكون، فبيديني اللون بتاعها بيكون لون اسود غامق. زي الأولوفين والبيروكسين، دي المعادن الموجودة فيها أولوفين بيروكسين فلسبار بلاجوكليز كالسي وبعض الأمفيبول. يبقى المعادن الموجودة في الصخور النارية القاعدية أولوفين وبيروكسين، الأولوفين طبعا داخل فيه نسبة من الحديد، والمغنيسيوم داخل فيه البيروكسين، والكالسيوم اللي هو في البلاجوكليز الكالسي فهو بيشتمل على كمية كبيرة من الكالسيوم هو الفلسبار البلاجوكليز الكالسي وبعض الأمفيبول. فكل المعادن دي عندنا معادن لونها غامق، فبالتالي هي اللي أعطت الصخر اللون الأسود الغامق. بيقول لنا من أمثلتها الجبر والجوفي، عرفنا خلاص يعني إيه جوفي، يعني تكون في باطن الأرض والنسيج بتاعه نسيج خشن. الدوليرايت ذو النسيج البورفيري، ده صخر متداخل يعني موجود في النص بين الجوفي والبركاني أو السطحي. تالت صخر معانا اللي هو البازلت، بيقول لنا إن هو أشهر الصخور البركانية انتشارا على سطح الأرض وبيستخدم في أعمال الرصف. يبقى تاني المعلومة دي مهمة، إن لما يجي سؤال مثلا يقول لنا ايه اشهر الصخور البركانية انتشارا على سطح الارض، هو البازلت، طب نوعه ايه؟ صخر ناري قاعدي. ممكن يقول لك بقى اللي هو ممكن السؤال يكون مفتوح عن كده، اذكر مثلا اشهر الصخور النارية البركانية انتشارا على سطح الارض واذكر الخصائص المميزة له.
فهبدأ أقول إن نسبة السيليكا بتتراوح من 45 ل 55، درجة التبلور الحرارة بتاعة التبلور بتاعته بيكون 1100 في المراحل الأولى من التبلور، بيكون فيه عناصر حديد ومغنيسيوم وكالسيوم، بيكون اللون بتاعه كذا، وبيحتوي على عدد من المعادن زي الأولوفين والبيروكسين والفلسبار البلاجوكليز الكالسي وبعض الأنفيبول. وممكن كمان أقول إن الصخر الجوفي المقابل له هو الجبرو، والصخر المتداخل المقابل له هو الدولاريت ذو النسيج البورفيري. رابع نوع معانا من الصخور النارية اعتمادا على التركيب الكيميائي والمعدني هي الصخور النارية الفوق قاعدية. فوق قاعدية بيقول لنا إن الصخور دي فقيرة في السيليكا، يعني أقل كمان من القاعدية في نسبة السيليكا، وتقل فيها نسبة السيليكا عن 45%، تقل فيها نسبة السيليكا عن 45%، وده شكل الصخور النارية الفوق قاعدية في الطبيعة أو في الحقل الجيولوجي. بيقول لنا إن دي أول الصخور تكونا عند تبلور الصهير، وإحنا عارفين إن بداية تبلور الصهير بيكون عند 1200 درجة مئوية، فهو تقريبا عند 1200، يبقى دي بيقول لنا إنها أول الصخور تكونا عند تبلور الصهير. لونها أسود غامق، غنية بمعدني الألوفين والبيروكسين. خلاص عرفنا إن الألوفين داخل فيه حديد والبيروكسين داخل فيه المغنيسيوم، فالمعادن في العناصر ديت عرفنا إنها عناصر غامقة، فبالتالي المعادن دي هتكون معادن غامقة. بيقول لنا دي أول الصخور تكونا عند تبلور الصهير عند 1200 درجة، ولونها أسود غامق، غنية بمعدني الألوفين والبيروكسين، ومن أمثلتها صخرة البريدوتايت الجوفي. صخرة البريدوتايت الجوفي يعني في باطن الأرض، والنسيج بتاعها خشن. وصخرة الكوماتايت أو الصخر ده بيكون سطحي أو بركاني، يبقى صخر الكوماتايت سطحي أو بركاني. في معلومة هنا بيقول لنا الصخور النارية المكافئة، وأنا بقول لكم إن البازلت المقابل الجوفي له كذا، ومثلا هنا عندنا صخرة الكوماتايت البركاني المقابل أو المكافئ الجوفي له هو البيريدوتايت وهكذا، وكذلك في الصخور النارية الحمضية والمتوسطة. كل شوية أقول لكم إيه المكافئ له أو المقابل له. إيه هو تعريف بقى الصخور النارية المكافئة؟ بيقول لنا هي صخور لها نفس التركيب الكيميائي والمعدني، تمام، زي ما احنا ملاحظين مثلا في الصخور النارية القاعدية كان فيها أولوفين وبيروكسين وهكذا، وهنا برضو في الصخور النارية الفوق قاعدية فيها أولوفين وبيروكسين، كان في كوارتز في الصخور النارية الحمضية في كل الصخور الموجودة فيها. فخلاص تمام، عرفت إنها نفس التركيب الكيميائي والمعدني، زي مثلا صخرة البيريدوتايت اللي قدامنا دي اللي هي الجوفية، وصخرة الكوماتايت السطحية، هما الاتنين يحتوي على نسبة عالية من الأولوفين والبيروكسين، لكن بتختلف في مكان النشأة. يعني ايه مكان النشأة؟ يعني صخرة البيريدوتايت على سبيل المثال اتكونت في باطن الأرض، خلاص أخدت فرصتها في التبلور في باطن الأرض أو في جوف الأرض، لكن صخرة الكوماتايت كانت سطحية أو بركانية أو تكونت على سطح الأرض، فده مكان النشأة. النسيج بتاع صخرة البيريدوتايت على سبيل المثال لأنه جوفي فبيكون نسيج خشن، لكن صخرة الكوماتايت النسيج بتاعها بيسموه فاين جرين، يعني حبيباته بتكون ناعمة أو صغيرة، وحجم الحبيبات أو النسيج اللي هو الملمس بتاع الصخر، أسفة، النسيج بتاع صخرة البيروتايت بيكون النسيج برضه خشن، لكن النسيج بتاع صخرة الكوماتايت بيكون ناعم. حجم الحبيبات بتاعت صخرة البيروتايت هي تكونت في باطن الأرض، فبالتالي الحبيبات بتاعتها هتكون كبيرة، لكن صخرة الكوماتايت السطحية بيكون الحبيبات بتاعتها صغيرة. بيقول لنا من أمثلتها الجرانيت اللي هو جوفي خشن، الجرانيت ده صخر ناري حامضي فهو مدينا المثال ده، والمايكرو جرانيت هو متداخل بورفيري، يعني كان بالقرب من سطح الأرض لكن مش في باطن الأرض ولا على السطح، هو بالقرب من السطح، والرايولايت هو سطحي دقيق أو بركاني يعني تكون على السطح. فهي دي الصخور النارية المكافئة، تاني هي صخور لها نفس التركيب الكيميائي والمعدني، وبتختلف في 3 حاجات: واحد مكان النشأة، والنسيج أو الملمس الخارجي بتاع الصخر، وهي حجم الحبيبات المكونة لها.
زي ما قلت لكم الجرانيت والمايكروجرانيت والرايولايت، ده بالنسبة للصخور النارية الحمضية. أدي مثال تاني على الصخور النارية المتوسطة أو القاعدية أو الفوق قاعدية وهكذا. الرسمة اللي قدامكم دي بتوضح التركيب المعدني للصخور النارية الشائعة، التركيب الكيميائي والمعدني للصخور. أول حاجة الصخور، طب خلينا زي ما بدأنا بيها ناخد الشكل من هنا، الصخور النارية الحمضية والصخور النارية المتوسطة والقاعدية والفوق قاعدية. الحامضية زي الجرانيت، اللي تحت ده بيكون جوفي واللي فوق ده اللي هو البركاني. ده الجرانيت والرايولايت، المتوسطة دايورايت والأنديزايت، القاعدية الجوفي بتاعها جبر والبركاني بازلت، الفوق قاعدية بيريدوتايت وكوماتايت. اللي تحت ده دي الصخور النارية الجوفية، يعني اللي اتكونت في باطن الأرض، لكن اللي فوق دي الصخور النارية السطحية أو البركانية. تاني الحامضية اللي هي الجرانيت والرايولايت، المتوسطة دايورايت وأنديزايت، القاعدية جبر وبازلت، فوق قاعدية اللي هي دايورايت والكوماتايت. البريدوتايت، بريدوتايت اسفه، بريدوتايت وكوماتايت. دي المعادن اللي احنا قلت لكم التركيب الكيميائي والمعدني لكل نوع من الصخور النارية، دي المعادن المكونة ليها. هنحفظ طبعا الشكل ده، احنا مش هنرسمه، لكن ممكن يجي لنا ان الداتا او البيانات دي ناقصه عليه في الامتحان، فهبدا اكملها. يعني مثلا الاولوفين داخل معانا في الصخور الفوق قاعديه بنسبه كبيره اهو، وفي القاعديه بنسبه صغيره جدا اللي هي الحته دي. البيروكسين داخل في او مكون اساسي للصخور الناريه الفوق قاعديه، برضه نسبته كبيره فيها، والقاعديه نسبته كبيره فيها، وداخل في الصخور الناريه المتوسطه، ده البيروكسين. عندنا الفلسبار البلاجوكليزي داخل في الصخور الناريه القاعديه والمتوسطه والحامضيه، سواء غني بالكالسيوم او غني بالصوديوم، لكن الغني بالكالسيوم في الصخور الناريه الفوق قاعديه، الفلسبار البلاجوكليزي الغني بالكالسيوم في الفوق قاعدية والقاعدية والمتوسطة، والغني بالصوديوم في المتوسطة والحامضية. عندنا المايكا السوداء موجودة في الصخور النارية المتوسطة وفي الصخور النارية الحامضية. عندنا الأنفيبول داخل في الصخور النارية القاعدية بنسبة بسيطة لكن داخل فيها، وداخل في المتوسطة وداخل في الحامضية. الكوارتز عشان كده داخل بنسبة كبيرة في الحامضية، فعشان كده لونها وردي فاتح. الكوارتز داخل في المتوسطة في الصخور النارية المتوسطة والحامضية. وآخر معدن معانا هو الفلسبار الأورثوكليزي أو الفلسبار البوتاسي زي ما خدناه قبل كده في سلسلة تفاعل بوين، داخل في الصخور النارية المتوسطة والحامضية. يبقى خلاص زي ما قلت لكم ممكن الجدول ده يجي لكم في الامتحان. اذكر مثلا زي ما انتم عارفين ان هي الصخور النارية القاعدية الجوف بتاعها جبر والبازلت وهكذا، اكمل يعني ممكن يجي السؤال ده والرسمه دي على هيئه اكمل. عندنا هنا بيقول لنا نسبه السيليكا بتزيد من الفوق القاعديه للحامضيه، طبعا زي ما قلت لكم في الاول خالص نسبه السيليكا في الحامضيه كبيره جدا، وبعد كده في المتوسطه بتقل من 66 ل 55، وبعد كده في القاعديه بتقل، وبعد كده في الفوق القاعديه بتقل، فنسبه السيليكا بتزيد في اتجاه الصخور الحامضيه. يعني أقل حاجة فيها فوق قاعدية اللي هي قلت لكم أقل من 45%، وفي الحامضية اللي هي ممكن توصل لأكتر من 66%. نسبة السيليكا بتتناسب طرديًا مع نسبة الصوديوم والبوتاسيوم، نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بيزيدوا من أول الفوق قاعدية، يعني في الفوق قاعدية بتكون أقل حاجة، وبيوصلوا لأعلى نسبة فيهم في الحامضية. يبقى هنا من فوق قاعدية للحامضية. نسبة الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم في الحامضية أقل حاجة وبتزيد ناحية الفوق قاعدية، يعني علاقة عكسية. أنا لو ثبتت نسبة الكالسيوم والصوديوم إنهم بيزيدوا من الفوق قاعدية للحامضية، هلاقي نسبة الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ودرجة حرارة الانصهار عكسهم. درجة حرارة الانصهار اللي هي من 750 لحد 1200، عشان كده قلت لكم الفوق قاعدية بتكون أول الصخور المتبلغة وبتكون عند درجة حرارة 1200 درجة. فالشكل ده يوضح التركيب المعدني للصخور النارية الشائعة.
وبكده نكون خلصنا حصتنا معاكم النهارده.